علم. بص 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 سو كيوت قوي. عاملين ايه يا معلمين؟ فين التالت؟ تعالى يا برنس. ما شاء الله ما شاء الله. يلا واحدة واحدة، أنا جايب كتير. بس لا بس سيبوا أخوك ياكل. لا لا سيبوا ياكل. دول كده الجراوي اللي عندنا في المنطقة. هما صغننين، هما جراوي بتاع 4 شهور 5 شهور. لا, لا, لا بس. لا 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 سيبوا ياكل. وانا كل ما بجيب لشو اكل بنزل لهم برضو هما كمان ياكلوا معايا. انا مش قاصد، انا معرفش انه بقى رخم كده. ما انا العارف كنت قسمت الكيس. ولو انا ما نزلتش زي ما انتوا شايفين اخويا هو اللي بينزل برضو بينزل لهم. بص زعلهم منه والله العظيم رخم. البني ده رخم. طب سيبهم يبقى. تعالوا كلوا تعالوا كلوا. ما انا مش هقدر امشيه برضو، ما هو جعان زيهم. انزل بس كده، ما هو جعان بس هو منع عنهم اصلا. لك تعالوا كلوا. انت ادري خميان. هو واخد الاكل كله كله لوحده. هو عشان بقى الالفا اللي فيهم، انا ما اعرفش. يا ساتر، ده اخوك على فكره. عندهم مش دولت الحكايه دي؟ بس ما شاء الله شعرهم طويل. انا حاسه ان هم مش بلدي صافي، يعني شعر البني ده طويل جدا. مش عارف، انا باكلهم بقالي بتاع 4 5 شهور بس، من قبل شاو كمان. انت بتنزل لهم من قبل شاو؟ لا انا عارفاهم من بعد شاو بس. سيبهم بقى ياكلوا. مش خلاص يا اسطى؟ لا انت غلس. بص هما الاتنين بقى دولت والله غلبانين قوي، خوم شرير. ممكن بقى ياكلوا معاك لو سمحت يا ريس. هم كلهم حلوين ما شاء الله، يعني شكلهم جميل قوي. مطعمين؟ ايوه شكلهم نضاف. خدوا جرعه صوماني بس، هم كانوا 5. في 2 كده. لا في واحد لسه بيتعالج. في اخ هناك هو ورا البرميل دوت، وواحد هنا مستني. هو فكرك ان هو هياكل كله؟ هو مش هياكل كله، هو بس بيستعفى عليهم، بس هيجوا دلوقتي ياكل. بينقي اللي على مزاجه الاول. لا هو مش فاهم بينقي ايه، هو بياكل. بصوا غلبانين قد ايه. يلا عشان شاو ما يزعلش، يلا نطلع لشاو. المره الجايه بقى هبقى اقسم ما بينهم. صاحبي 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 صاحبي. اخواتك كلوا. بص اخواتك كلوا. صاحبي. يا دي ناس، اقسم بالله بعد ما طلعت البيت انا واخويا لقيت كلبين صغيرين مع امهم، وامهم جايه من بعيد، واحد منهم جري وراها وراح حاضنها وهي مش راجعه لهم باكل اصلا، ما لقيتش اكل. وانا كان الفراخ عندي خلاص خلصت، فعملت ايه بقى؟ الشوربه بتاعت الفراخ حطيت عليها عيش، ان شاء الله نلاقيهم دلوقتي. ادعوا لنا بس واحنا بندور عليهم نلاقيهم. اهم قدامنا بس خايفين. الحمد لله لقيناهم بس خايفين يجوا لنا، فاحنا هنروح دلوقتي نقرب منهم بالراحه. هما خايفين جدا، وفي ناس بتقول عليهم مصارين، بس مش دي مشكلتنا. مشكلتنا ان احنا عايزينه ياكل. كل 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 ده اكل. كل انت امك فين؟ تقريبا بيدور على اخوه. بصوا احنا قررنا ان احنا نفتح لهم الكيس ونسيبه، ويبقى ايه عملنا اللي علينا. يلا كل. مش عارفه هو هياكل ولا لا. بياكل الحمد لله، بياكل بياكل بس الناس بتضربه. هو مش مسعور؟ لا هو مش مسعور، هو جرو لسه صغير. ما اعرفش الناس غبيه ولا ايه اللي بيحصل بالظبط. امهم ايه؟ ورا. بصي امشي انت بقى، تروحي اطلعي كده عشان امهم من ناحيتك. اهي جت اهي اهي جت 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 مامتهم جت.
اخوهم ندى هو عايز يخش بس مش عارف. الحمد لله كلهم هم كلوا وكده ضميري هينام مستريح الحمد لله.